بيكم معانا مره تانية بعد الفاصل. فضلت الشيخ احمد ذكر نقاط خلته يتشكك في يعني ايات معينه في القران الكريم هي اللي كانت السبب ان هو تشكك في الدين. رد حضرتك ايه على هذه الايات؟ عايز اقول لحضرتك ولكل عقلاء العالم انه لا يتصور من انسان بيزعم ان مفيش رب وبعدين يحكمه سبحانه وتعالى على انه نزل كتاب بيقول فيه السماء الاول ولا الارض الاول. ما هو اذا كنا بنقول مفيش رب خلق يبقى بالاساس نسفت الفكره. يبقى ما اتكلمتش بقى الارض الاول ولا السماء الاول، يبقى الموضوع من نهايته منتهي او من بدايته منتهي. نمره اتنين، ان حروف الجر في اللغه العربيه بيحل محل مكانها محل بعض. فلما يقول والارض بعد ذلك دحاها يعني مع ذلك دحاها. حتى لو افترضنا ان بعد هنا بتعني البعديه، الدحو لا يعني ابتلاء الخلق، لان قد يخلق الشيء ثم يهيئه سبحانه وتعالى كما يشاء ويصوره كما يشاء. الواحد بيكتب الكتاب مسوده وبعد كده يبعته المطبعه يتكتب ويتطبع الى اخره، بياخد صور اخرى وصور مختلفه، وده لا يعني انه تم في وقت واحد او لحظه واحده. لكن هعود فاقول مره تانية انه لا يمكن ان نتخيل انسانا ينكر وجود خالق للسماء والارض ويحاكمه سبحانه وتعالى خلق الاول ولا خلق الثاني. رقم اثنين، الايه الثانيه لما قال سبحانه جل في علاه قل كل من عند الله، وقبلها يقول ما اصابك من حسنه فمن الله وما اصابك من سيئه فمن نفسك. في الاساس يا استاذه ربنا لما خلقنا ما كانش في كسب مننا، كل النعم اللي بينزلها علينا بينزلها فضل من عنده. له الفضل والمنه، وذلك احنا يجب ان نشكره. لما تنزل مصيبه بواحد زي سالم بقى اللي هو انا، هقول ليه يا رب نزلت بيها المصيبه واعتب على ربي واكفر بالله، ولا ارجع لنفسي واقول الله قد اكون اذنبت ذنبا فبذنبي انزل الله بي المصيبه. وهذا معنى قوله تعالى وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم، اي بسبب. لكن هي في النهايه من اللي عمل بي المصيبه؟ الله سبحانه وتعالى. لكن تأدبا مع الله الخالق العظيم جل في علاه الواحد الأحد الفرد الصمد لا يجوز أن أنسب الشر إليه فبنسبه إلى نفسي. سيدنا زكريا طول عمره زي أي حد فينا بيدعي أن ربنا سبحانه وتعالى يرزقه الولد، طول عمره بيدعي أن ربنا يرزقه الولد لأنه لم يكن ينجب ساعتها. ربنا رزقه الولد على كبر، أن يكون لي غلام، أن يكون لي ولد في هذا التوقيت، بيذكر نفسه بأنه وبيسأل الملائكة بقى أنا في السن ده، فالملائكة تقول له ده ربك، تتسأل ربك، فالرب هو الفعال لما يريد سبحانه وجل في علاه. زي ما الإنسان أنا شخصيا بأدعي وقول يا رب أعطيني من عطائك أو رزقك الذي أتعجب له. أنا يعني شوف أنت ممكن تقول يا رب وفقني في البرنامج ده لحد ما أتعجب من حققت النجاح إزاي. تتعجبه وتندهش النجاح عظيم وربنا هو اللي بعته سبحانه وتعالى. فده لا يعني إطلاقا التناقض في كتاب الله. شوف القرآن الكريم لما ينزل يتحدى الإنس والجن، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. تحدى الفصحاء. عارفة لو حضرتك القرآن فيه مشكلة كان العرب ما كانوا سابوا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا خلصوا المسائل. ده القرآن تحداهم بالقرآن ما قدروش، تحداهم بعشر سور ما قدروش، تحداهم بصورة واحدة وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. شفت قمة التحدي؟ فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، يعني مش ممكن تعملوا ده ولن تستطيعوا أن تفعلوا هذا. ليه حضرتك؟ ببساطة شديدة، الفرق بين كلام المخلوق اللي يحاول ينظم منه قرآن ولا خلافه، الفرق بين كلام المخلوق وكلام الخالق هو الفرق بين عجز الخالق وقدرة المخلوق وعجز المخلوق وقدرة الخالق سبحانه وتعالى. فلا يتصور ولا يتهيأ. هتقولي ما حاولوش؟ لا حاولوا. هناك من حاول أن يأتي بقرآن مثل القرآن لكن لم يستطيعوا ولن يستطيعوا، وده إيماننا ويقيننا. يجي حد يقول والله أصله سيدنا محمد إحنا مش عارفين عنه حاجات، أصله اتجوز، أصله طلق، هذه كلها أشياء لا يمكن إطلاقا إن إحنا نأسس عليها إلحاد. الإلحاد معناها إن أنا بقول أن هذا الكون وجد بنفسه. هتقول لي ما نظرية داروين بتقول كده،
العالم الغربي نفسه رفع نظرية داروين. لا طبعا انا حققت كلام فارغ. انا حققت وانا في دراسات العليا نكمل كلامك. حققت وانا في دراسات العليا بتكليف من اساتذتنا الله يرحمه الرب المعطي بيومي ونحن في الدراسات العليا الدراسه والبحث بحثنا كنا فريق 11 واحد في السنه الدراسيه دي حققنا هل كان داروين ملحدا او لا. وجدنا ان داروين لم يكن ملحدا. وعند هذا وعند هذه النقطه احنا هنكمل هترد اكيد. احنا مكملين كمان في الحلقه اللي جايه لانه وقت الحلقه قصير لكن احنا مكملين وانت معانا وفضلت الشيخ معانا. مشاهدينا عند هذه المرحله من المناقشه هنقف في حلقتنا النهارده لكن لسه الباب مفتوح والملف لم يغلق بعد وهنفتحه تاني في الحلقه اللي جايه وبنوعدكم بمفاجات كبيره جدا هتغير اتجاهات الحوار. نشوفكم على خير ان شاء الله الحلقه اللي جايه من الباب المفتوح وانتظرونا مع نفس ضيوفنا منتظرينكم. نشوفكم على الف خير. انت ضرهم اسمع 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 ما تخرجش من الموضوع. لا ينهاكم الله عن الذين لم يكن. انا قلتها دي مش ايات انا بقول قاصد ان كلامي لا يسمع. من ألحد يا أستاذة له عندنا أن نحاوره بالأدب فإن فعل وعاد إلى رشده فلله الحمد إن لم يفعل فأنا على الهواء مباشرة مع حضرتك الآن أقدم بلاغ للنائب العام. دي أخاف على أحمد مش بدعو الحاجة خالص لكن أخاف عليه إن حد يقابله بعد الاستوديو عرفوا بقى أنه مش يقتله. فأنا بقول للقضاء بقول للنائب العام بدل ما نسيبه يتقتل خده عندك حطه في السجن واحميه في قد يكون السجن حماية له. مصطلح كافر ده انا ما عنديش مشكله معاه. يقولوا كافر يعني ايه كافر؟ كافر ده مصطلح ديني يلزمكم انتم ما يلزمنيش انا. يرفض وجود الله لانه بيتعارض مع شخصيته بيتعارض مع اهوائه وشهواته. عشان نفهم احنا وجود الله ونقول ربنا خلقنا مين خلق ربنا الكلام اللي بيتقال لكل الناس بهذه الطريقة ده فوق إمكانية العقل البشري. التفكير الخاطئ بيقودهم لأنهم ينكروا وجود الله لكن الله موجود.